بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكملة إلى الابليكيشن لاير، هنتكلم على أحد أنواع البروتوكولز الموجودة عندي أنا، اللي هي تعتبر الكيلر اللي نشر خلينا نقول اللي هو فكرة الانترنت، فكرة اللي هو الانترنت. اوكي، احنا بنعرف انه الانترنت بداية هي عبارة عن ريسيرش جروب كانت مقتصرة على الجامعات والحكومات وبعض الشركات، الريسيرجر تو اكسشينج اللي هو الداتا. فبعد ظهور اللي هو البي سي كانت فكرة النتوركينج والانترنت، وطبعا بداية اللي هو التسعينات كان ظهور اللي هو ال HTML HTML، وكذلك البروتوكول اللي هو ال HTTP الهايبر تكست ترانسفير بروتوكول. وطبعا احنا هذا اللي تقريبا نشر اللي هو استخدام الانترنت وبقوة لجميع اللي هو اليوزر. فبعد هيك ظهر عنا الجيميل والفيسبوك وهذه كلها، واليوتيوب كذلك شهر اللي هو استخدام اللي هو الانترنت، واصبح كل بيت وكل شخص لا يستغني عن الانترنت. فطبعا اللي هو HTTP قلنا بيعرف اربع اشياء اللي هو التايب والسينتاكس والسيمانتيك وايش والرولز، او خلنا نقول المسج اللي هو فورمات، لانه عمليه بروسيس تو بروسيس كوميونيكيشن في عندي سيرفر، واحنا HTTP اتفقنا انه كونكشن اورينتد، يعني ذا داتا نيفر لوس. ذا داتا ايش؟ نيفر لوس، يعني اف ذا كلاينت ميك ريكويست put it on the door اللي بسميه port number to the TCP لو transmission control protocol reliable، انه doesn't worry انه الريكوست تبعه هيكون عندي ايش مثلا اللي هو loss. وكذلك اللي هو السيرفر اذا عمل اللي هو response، فطبعا doesn't worry انه يكون لوس عندي اللي هو في الداتا، يعني عنده جارانتي انه الداتا شال ارايف اللي هو الريكوست اللي هو كلاينت. اوكي، فطبعا نحتاج ل تو انفورميشن في هذه الحاله. قلنا اتفقنا الاي بي ادريس which identify اللي هو السيستم او اليوزر، وفي الحالة هذه بكون عندي دائما السيرفر فيكس اي بي، ودائما بكون عندي اون. وطبعا السيرفر ممكن يكون عندي مئات السيرفرات تأخذ نفس اللي هو الاي بي ادريس، زي قضية الجوجل عبارة عن داتا سنتر وليس فقط هو عبارة عن سيرفر، لعدة اعتبارات البروبلم الريليابيليتي الباك اب الامور زي هذه. اوكي، فطبعا very simple، احنا اتفقنا انه ال HTTP انت لما تيجي تفتح اي صفحة انترنت فبتلاقي عندك تكست، عندك فيديو، عندك بيكتشر، عندك many elements. فطبعا هذا كل مثلا image او فيديو بيكون دائما إلو حاجة بسموها الـ URL Unified Location URL Unified Resource اللي هو Location، وهذه Location بكون مخزنة على باث اللي هو في السيرفر. يعني ممكن تفتح أي صفحة هتلاقي عندك 10 أو 20 أو 30 URL، أو خلنا نقول Objects. فطبعا لو كان عندنا مثلا صورة تحتوي على 10 اوبجكتس مع اللي هو المين بيج حيكون عندي 11 اللي هو اوبجكت. فالاندرلاينج اللي هو ترانسبورت بروتوكول هو عبارة عن ريليابل اللي هو
ريليابل داتا ترانسفير سيرفيسز. ف يوجولي انه البي سي بيعمل ريكويست، واتفقنا هاو عن طريق حاجة بسموها البروسيس، انه في عندي بروسيس رانينج، في عندي سوفت وير خاص في الكلاينت زي مثلا الانترنت اكسبلورر او كروم او اي او اي او فايرفوكس او مرت هذه، بيعمل ريكويست مثلا على جامعة الازهر او على الجوجل عن طريق اللي هو الدور، انه بكون عندي انه ريكويست لا الاي بي ادرس الخاص في الجوجل associated مع البورت نمبر اللي هو رقم اللي هو 80. فطبعا السيرفر بيعمل اللي هو response للrequested object and put it on the socket number رقم 80 and forward it to the underlying layer TCP. فطبعا TCP حيعمل اللي هو response للابليكيشن، حيعمل response للHTTP اللي هو request. اوكي now that mean انه لما بجي اعمل open website، فطبعا حعمل download لجميع الobject الموجودة عندي هنا. اوكي علاوتنا على ذلك after each request السيرفر حيقوم بعملية ايش response، and after each response حيعمل close للسوكت نمبر على اساس الهكر ما الهكر والامور زي هذه. يعني if you make request many times for the same object each time you have to establish connection and you have to make a request and the server responds with the requested اللي هو object. يعني معنى الكلام هذا انه البروتوكول ال HTTP stateless، يعني السيرفر ما بيخزن اي معلومات عن اللي هو اليوزر، السيرفر ما بيخزن معلومات عن اليوزر. يعني معنى الكلام هذا انه if you request a website contains اللي هو مثلا 5 أو 10 object for each object the client request and اللي هو server response that mean انه هنحتاج الى 10 connection او 11 connection. طبعا ما بنعرفش اذا كان the same connection او other connection، بس usually اللي هو انه for each object انه بيعمل establishment اللي هو لا connection. هذا النوع بنسميه non-persistent. non-persistent that mean انه after each request server حيعمل اللي هو ايش close للsocket and wait for other requests. طبعا هذه الفكرة انه على اساس انه there are millions and milliards مثلا ممكن يستخدمه جوجل، في هذه الحالة جوجل ما بيضطرش انه يخزن المعلومات عن اللي هو مثلا اليوزر، وهذا الكلام ينطبق على جميع السيرفر بس اخذنا الجوجل ك اللي هو مثال. النوع الاخر ممكن يكون عندي اللي هو persistent، يعني انه تعمل request لconnection مثلا لويب سايت، وانه جميع اللي هو الobject يعني خلينا نقول السيرفر هيعمل leave للconnection on على اساس انه جميع الobject اللي هو تأخذ نفس اللي هو الconnection. هذا النوع بنسميه اللي هو persistent اللي هو connection. اوكي as example for non persistent ايش المراحل بتمر فيها اللي هو
عملية ال HTTP. اوكي، مثلا you connect, you make request for some server, مثلا some school edu. وطبعا انت بتعمل request للهوم index. فاول خطوة ال HTTP client process، واحنا اتفقنا انه حاليا process، بتعمل request او تعمل initiation ل connection to the server عن طريق اللي هو adding اللي هو ال IP address، وكذلك اللي هو socket number 80 اللي هي available لل HTTP، تعمل connect اللي هو some school edu. اوكي، طبعا الخطوة اللي بعد هيك، اذا صار عندي establishment الكلاينت في هذه الحالة بيعمل request اللي هو للهوم اندكس مع الباث اللي هو name. بعد هيك اللي هو server process receive the request message عن طريق اتفقنا البورت نمبر او السوكت نمبر اللي هو الرقم 80، وطبعا بترسل اللي هو الاوبجكت، وبتعمل له عملية انكابسوليشن في المسج اللي بتعملها فوروردنج على لمين، للاندرلاينج لاير انتل ذا تي سي بي تو كلوز اللي هو الكونكشن. طبعا التي سي بي مش هيعمل كلوز لا الكونكشن الا اذا اجا اكنولجمنت انه الداتا ارايف تو ذا كلاينت. اوكي، طبعا في هذه الحاله الكلاينت ريسيف اللي هو المسج، اذا السيرفر سايد وصلوا اكنولجمنت من الكلاينت انه الداتا arrive without loss، حيعمل في هذه الحالة يعمل عملية اللي هو close لا اللي هو لا الconnection. وهذا العملية بتتم لكل object، لو كان عندي 10 object يعني حكرر العملية 4 مرات لكل object، عفوا اكرر العملية لكل اللي هو ايش object. اوكي، في هذه الحالة حاجة بسموها اللي هو الهاند شيكينج او الراوند تريب تايم. الراوند تريب تايم انه في اول حاجة اللي هو الكلاينت بيعمل انيشيشن اللي هو للكونكشن، وهذا في قضية الكونكشن اورينتد والفيرتوال سيركت انه ريكوايرد انه استابليشمنت لكونكشن. طبعا السيرفر حيقوم انه يعمل اكسبت للكونكشن اللي هو هذا. في هذه الحاله بكون عندي الحاله الاولى انه بكون عندي هنا في الراوند تريب تايم الاولى، المقصود هي الراوند تريب تايم يعني المتوسط للريكواير تايم انه يصل الريكوست من السندر الى الريسيفر، من الريسيفر الى السندر، هذا بنسميه ايش اللي هو راوند تريب تايم. بعد هيك اذا صار عندي استبليشمنت للكونكشن، الكلاينت بيعمل ريكويست ل اللي هو الفايل مثلا اللي هو الهوم اندكس. طبعا في هذه الحاله اللي هو السيرفر بيبدا يرسل اللي هو التايم ريكوايرد اللي هو لا مين لا للكلاينت. هذه العملية بسموها 3 hand اللي هو shaking. 3 hand shaking required اللي هو مثلا 1 2 3 round trip time. round trip اللي هو time. اوكي، طبعا في persistent يختلف الوضع نوعا ما، على اساس انه required انه يكون يعمل establishment ل connection and leave the connection during اللي هو عملية الترانسفير اللي هو للماني اوبجكت، اللي هو في هذه الحالة مثلا 10 image ممكن ياخده نفس اللي هو الكونكشن اللي بسميها عملية اللي هو البايب لايننج
after this request طبعا بكون عندي اللي هو عمل انه بقوم بعملية close للconnection. اوكي، احنا تكلمنا عن اللي هو ال HTTP كبروتوكول كابليكيشن لاير ديفاينز، اللي هو اتفقنا التايب انه بكون عندي ريكويست او ريسبونس، وكذلك السينتاكس الفيلد السيمانتيك ايه ماذا تحتوي من انفورميشن لكل فيلد، وكذلك اللي هو الرولز يعني على اساس انك تعمل ريكويست او تكتب مثلا اللي هو مسج اللي هو فورمات. فطبعا عندي از اكزامبل هنا HTTP request message، يعني التايب عبارة عن request message. لاحظ بتلاقي عندك get، هنا get يعني اللي ببرمج في ال HTML بيعرفوا ايش معنى get to post to pull و delete. اوكي، هنا عندي اللي هو الفيرجن لل HTTP 1.1، وهنا الهوست نيم اللي هو someschool.edu. الكونكشن كلوز يعني افتر انه الاوبجكت يعني ريسيفد يعني يعمل اوتوماتيك كلوز. اليوزر ايجنت المقصود فيه اللي هو الانترنت اكسبلورر اللي هو موتيلا مثلا فيرجي رقم 5. الاكسبت لانجويج اللي هي فرنش، في هذه الحاله اذا ما كانش الاكسبت لانجويج فرنش فبياخد اللي هو ايش الديفولت انجليزي او هو الديفولت اللي هو اللغة المطلوبة. طبعا هذه المواضيع شرحناها بالتفصيل، ولكن هي فقط هي عبارة عن مراجعة زي قضية مثلا اللي هو الميثود اللي هي get post to head post and delete، وتكلمنا عنهم بالتفصيل ايش وظيفة كل واحد ومتى تستخدم. هذا بالنسبة للريكوست. مثلا عندي انا ايضا هاي مثلا اللي هو الفورمات، ايش نوع الميثود جيت بوست اليو ار ال الفيرجن، هذه سبيس سبيس كارج ريتيرن مع لاين فيد اللي هو يعني سطر جديد مع الكلام باختصار. وطبعا هنا بكون عندي الاوريجينال فايل او المسج اللي عايزين اللي هو نرسلها. اوكي، الريسبونس طبعا في عندي انا شرحناه بالتفصيل انه الريسبونس انه مثلا اوكي everything is okay الكونكشن كلوز، انه successfully انه الداتا انبعتت ووصلت بطريقه delivery. طبعا هنا بنركز على تو ديت اللي هو 9 اغسطس 2011، الساعة كم، السيرفر ايش نوع السيرفر الرننج، في اباتشي ولا ويندوز ولا ماي اس كيو ال ولا ايش اللي هو ايش نوع السيرفر. هنا بنركز على التاريخ هذا والساعة لانه مهم بالنسبة لنا. وطبعا اللي هو الـ content length 6221 كاركتر، الـ type اللي هو عبارة عن text HTML HTML. بنركز على التاريخ هذا لأنه بدنا نستخدمه اللي هو في هذه بعد هيك نتكلم عنه. فطبعا there are many message بالنسبة للسيرفر، إما بكون عندي مثلا 200 اوكي request success، 301 انه الصفحة moved permanent وهلوم جرة. اوكي، طبعا ما فيش فرق بين اللي هو request message واللي هو response اللي هو message بالنسبة للي هو الفورمات بالنسبة للفورمات. فطبعا انت في هذه الحالة بدك تلتزم بالفورمات والرولز والسيمانتيك والسينتاكس بالنسبة للي هو ال HTTP. فطبعا في عندي 400 حاجة بسموها باد ريكويست، 404 نوت فاوند، 505 ال HTTP فيرجن نوت سبورتد، نوت اللي هو ايش سبورتد.